يلا يا بنات الكل يجهز ويجمع عندي تحت طابور. تمام، الفطار عندي بعد 5 دقايق. 5 وثانية هسحب الفطار وهتخرجوا على غيار الريق. 5 وثانيتين مفيش ريق. البيت ده ليه نظام، شعاري كل ثانية ليها لازمة، لا اما هتطرقعوا بالجزمة. انصراف انصراف، شدي ومدي شدي ومدي. يلا يا يلا، اتأخرتوا ليه؟ روح انت لف العربية بسرعة. يلا هوب، 101 102 103، شد ظهرك شد جسمك، شعرك هصه هوب، حد 2 3 4، حد 2 3 4، يلا شدي نظام. يلا يا بنت، مفيش داعي افكركم بالتعليمات. بنات العميد نور لازم تبقى واجهة مشرفة في كل حاجة. شد جسمك، كلامنا مع زمايلنا الرجالة لازم يكون بحساب، مفيش ضحك. اللي هتضحك فيكم هغير لها معالم وشها. يلا ابتسامة بس، مسموح لكم بضحكة واحدة قبل النوم. خدوا بطايقكم شدوا جسمكم، يلا هوب، حد 2 3 4. الحديد تمام، كله تمام تمام وانضباط. ها بنات، سامعين الانفرادي بينادي؟ اي واحدة تعمل غلط هو تحت الخدمة. ايه الاخبار؟ شدوا كلوا. ايه العدس زي ما هو ليه؟ اضربوا عدس. يلا كل يوم هقول لكم عن فوائد العدس. العدس ينفش في المعدة، يعمل جدار عازل في المعدة. الميكروب أول ما يبص للجسم يعرف إن الجسم ده شارب عدس فيقدم على طلب هجرة. أمال إحنا ليه بنشرب المساجين عدس؟ مالكوا بتبصوا لبعض كده زي اللي مقفوشين في كمين؟ لا ابدا يا ماما، ما فيش حاجه. ده على اساس ايه؟ سلفاكوا؟ ده انا امكوا فهماكوا كويس. انطقوا، في ايه؟ انا بقول لحضرتك ايه يا ماما، بالنسبه للعريس ايه ده؟ انت لسه بتفكري في الموضوع ده؟ انا بفكر في الموضوع ده؟ انا ما بفكرش في الموضوع ده، انا بفكر حضرتك بالموضوع ده. انا فاكراه. انت بتكلميه يا شرف؟ انا بكلمه. انا ما بكلموش، انا معيش اساسا رقم تليفون.
عارفة يا شرف يا حبيبتي لو طلعتي بتكلميه أنا هنقل بقك من مكانه. أمال بتسألي ليه؟ أبدا يا ماما، أصل حضرتك قلتي إن أنت هتردي عليه بعد أسبوع وهو فات شهرين وما رديتيش. هو ده عريس؟ ده عيل ملوش لازمة، ده مامته بتدلعه بتقول له يا كوكو. الله، مش اسمه كمال؟ لازم تدلعه تقول له يا كوكو، أمال هتقول له يا عبده؟ بلا عبده بلا كوكو. هبشرك أنا رفضته. ليه يا ماما؟ إيه اللي حصل؟ بعد التحريات طلع عيل تافه، الواد غاوي يلعب استيميشن ودايما يطلع كوز. يا نهار اسود. دي أول حاجة. تاني حاجة جايب مجموع في الثانوية العامة زي وشه، وقبل ما يدخل كلية التجارة انتساب قدم في الكلية الحربية. قلت الله، هو ده العريس. شفت؟ تسلم الايادي، تسلم يا جيش بلادي. غنوا بنغنوا على ايه؟ ده سقط في كشف الهيئة. ياه، طب ايه المشكلة يا ماما؟ طب ما ياما ناس بتقدم يعني في كلية الجيش والشرطة وبيسقطوا في كشف الهيئة، ايه الأزمة؟ يا بنتي لو كان سقط في الكشف الطبي كنت قلت معلش، عنده حول فلات فوت كنت عالجته والله على حسابي، انما كشف الهيئة يعني العيلة في مشكلة فيها. معقول يا ماما بقى ده سبب يترفض علشانه؟ طبعا، اذا كانت الحكومة رفضته ورفضت تأتمنه على حماية البلد وسلامة أراضيها أأتمنه أنا على بنتي حبيبتي؟ فعلا يا ماما عندك حق والله، مقنع. أكيد أنا عمري ما هتجوز خالص. بتقولي إيه يا حبيبتي؟ لا أبدا يا ماما، بقول لها خدي الطبق الفاضي وهاتي الطبق المليان. شرف، عجبكوا العدس؟ أعمله لكم عصير؟ العدس؟ 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 العدس الليلة يوم عيده، يا رب تبارك ونبارك ونزيده، يا رب يبارك يا رب، يندل العدس وينكب، يا رب يبارك وتزيده. يا ماما شكرا شكرا.